Welcome to the Michael Kouly podcast on rethinking leadership. In these episodes, we will look at leadership with a fresh perspective and take your leadership effectiveness to the next level. For more information, go to KoulyInstitute.com and follow Michael's continuous learning insights on social media. أول شيء السلام عليكم يا جماعة يا أهل عمان الطيبين. أولا حابب أتشكركم على هالفرصة أنه أخاطب أهلي وإخواني وأصدقائي في عمان. أنا عندي يعني تاريخ مميز في عمان من ناحية الصداقات ومن ناحية محبة خاصة لهالبلد، ومعالي الوزير الدكتور خلفان طبعا أحد الأصدقاء الأعزاء وعارف هالشي، وشرفني جدا بأنه أتواصل معكم في هالمناسبة وهالحدث المهم. صعب أزيد على اللي تفضل فيه الدكتور علي، وصلني بعض الصور من السلايدات اللي حكاها، فما شاء الله يعني أحاط الموضوع كله بإحاطة شاملة من كل الزوايا. فاللي حجرب أعمله أنه أأكد على بعض الحاجات اللي تفضل فيها الدكتور علي، وأزيد عليها بعض الإضافات اللي ممكن تكمل الصورة بشكل أجمل، حتى يعني تكون الصورة حتى أوضح. بس بشكل عام رح يكون كلام داعم ومؤكد على اللي تفضل فيه الدكتور علي. خليني أول شيء أحكيكم أنا الخلفية الكلام اللي حأحكي من وين جاي. راح أعطيكم شوية background لتعرفوا هالكلام هذا شو خلفيته العلمية. أولا أنا اسمي مايكل كولي، أكثر جزء من شغلي كان في الإعلام. كنت رئيس مجلس إدارة وكالة رويترز في الشرق الأوسط لمدة شيء 18-20 سنة، وبعدين شي 5-6 سنين كمان كنت رئيس مجلس إدارة أوربيت أو إس إن لمدة طويلة. فهذا كله خولني، بما أنه كنت في وكالة رويترز على صعيد الشرق الأوسط على صعيد العالم، أنه أكون في صلب الحدث، خاصة مع صداع الحدث اللي هن بالقطاع العام والقطاع الحكومي والقطاع السياسي وقيادات الدول اللي هن كانوا تصنع الأحداث. وبالإضافة لعملي المهني، خبرتي الأكاديمية يعني تمتد لسنوات في جامعة هارفارد، في خاصة في كينيدي سكول اوف جوفرمنت، الكلية اللي بتعلم القيادة الحكومية، والهارفارد بزنس سكول كمان اللي بتعلم إدارة الأعمال، حيث درست هناك علم القيادة. وفي جامعة تانية اسمها جامعة برينستون هي اللي درس فيها هادي أينشتاين، كان لي شرف أدرس فيها أنا كمان، ودرست موضوع الpublic policy والpublic diplomacy وinternational relations، كمان موضوع القطاع العام ودرست فيه هناك. وبعدين ألفت عدة كتب، يعني حوالي 12 كتاب على هالموضوع، أكثريتهم في علم القيادة وفي علم الاستراتيجية. واشتغلت مدة كمان كadvisor، كمستشار لبعض قادة الدول في الشرق الأوسط هون. فكنت مستشار رئيس الجمهورية في لبنان لمدة 3 سنين، وإضافة إلى ذلك بعض الحكومات كمان في الدول العربية والمنطقة. المهم كلامي هذا يا جماعة لحتى ألكم أنه اللي حأحكيكم يا جاي من خبرة عملية، من واقع ملموس، منه من واقع نظري ومنه تنظير. وما حأعملكم هلأ أنا نظر هيك نظريات بالأبستراك، يعني بالفضاء. رح نحكي شيء طالع من الأرض، فإن شاء الله نكون يعني الكلام فيه فايدة. فحبلش بموضوع سهل، وهو أنه بدي إياكم تتخيلوا، I want you to imagine وزارة الصحة في عمان من 3 سنين. تخيلوا بس وزارة الصحة من 3 سنين قبل كوفيد، كيف الجو فيها، واحد زراح الوزارة شو بيشوف، كيف الموظفين، شو سرعة الحركة، شو بروجرام يوميات الوزير والمدراء الكبار اللي هناك، كيف بيصيروا بشكل عام. يعني كانت الأمور ماشية بشكل عادي، بيجوا الصبح
بيقرأوا الصحف، بيطلعوا على الأخبار، بيعملوا اجتماعاتهم، بياخذوا بعض القرارات، الزيارات وما إلى ذلك، وبيروحوا يعني نهار عادي. بدي إياكم تتخيلوا هلأ نفس البيئة تبع نفس الوزارة، وزارة الصحة، من تقريبا سنة، من وين ما بلش الكوفيد 19 الكورونا لحديد الآن. تخيلوا بس التغير اللي حصل بهالوزارة الوحدة. إذا بتروح هلا على وزارة الصحة، أو إذا أنت مراقب شغلهم من حوالي سنة لحديد الآن، حيشوف بشكل واضح جدا حجم التغير اللي صار، كيف كنا بمحل وصرنا محل تاني، كأنه نحن يعني في عالم مختلف تماما تماما. ونفس الشيء فيك تعمله أنت لما بتتخيل كيف كانت الأمور مثلا في وزارة الداخلية وكيف صارت هلا، خاصة وزارة الداخلية أو البلديات أو المحافظة، هن مسؤولة على موضوع اللوك داون وموضوع كيف انه المواطن يكون يعني ما يتجول في هالفترة الصعبة هذه من شان كوفيد. وتخيلوا مثلا المطارات، تخيلوا إدارة المستشفيات، تخيلوا الدولة كلها، الحكومة كلها، تخيلوا رئيس البلاد، مش بس في عمان، في أي بلد بالعالم. ناخذ مثلا أمريكا اللي هي أكبر دولة في العالم من ناحية المقومات اللي عندها، كيف لمدة معينة يوميا يوميا رئيس الدولة ساعتين ساعتين ونص مؤتمر صحفي قدام كل العالم عم يحكي فيه لحظة بلحظة شو عم يصير بموضوع الكورونا. فاللي بدي أقول لكم إياه إنه اللي عم يصير، اللي صار له من شي سنة لحديد هلأ، واللي حيصير واللي حيستمر على الأقل لمدة سنة لما موضوع اللقاح يصير متواجد، هو هذا مش موضوع بس تغيير، هذا مش إضافة جديدة، هذا مش موضوع مكياج، يعني هذا مش موضوع هيك سطحي، حدث سطحي، هذا موضوع تحول صار. ودكتور علي تكمل تحدث بالموضوع، أنا بحب كلمة كتير، كلمة transformation بالإنجليزي، الشباب اللي مطلعين على الموضوع بيعرفوا هالكلمة هذه، transformation يعني التحول. transformation هي كلمة من نوعين، من كلمتين موصولين مع بعض، trans وformation. formation يعني التكوين، كلمة formation معناتها التكوين، trans معناتها التحول، transformation يعني التكوين عم يتحول. وهذا يختلف عن التأقلم، هذا يختلف عن التغيير، لأنه ممكن التغيير والتأقلم يكون مرحلي، يكون جزئي، يكون نسبي. بس اللي عم يحصل هلأ مثل ما أخذنا نحن مثل الحكومات والوزارات كلها بدون استثناء طبعا بدرجات متفاوتة، إذا أخذنا هالموضوع بنشوف أنه اللي عم يحصل منه موضوع تغيير، منه موضوع تأقلم، في موضوع تحويل عم يصير. واعتقادي انه الموضوع ما حيوقف بس ما تخلص الكورونا، خلص يعني عاشر القوم 40 يوم، يا بتصير منهم يا بترحل عنهم. في موضوع، في سحر بكلمة 40 يوم، في طبيعة الإنسانية موضوع ال 40 يوم في إلى قيمة معينة سايكولوجية، لأنه ب 40 يوم بتحول الإنسان، مارس عادة معينة، روح على الجيم، عمور رياضة شيء لمدة 40 يوم بتصير جزء منك. نحن ما عم نحكي 40 يوم، نحن عم نحكي صار لنا سنة وهنروح على سنة تانية. ف يعني توقعاتي، ومثل ما انتم كمان عارفين وشايفين هالموضوع، انه خلص ما في رجعة على الماضي، هذا الماضي بدنا ننساه. كلمة انه نيو نورمال اللي انتم اكيد متعودين عليها صرتوا هلا لانه صارت كلمة مشاعة، يعني هو الواقع الجديد، خلصنا هذا، بطل، يعني هذا منه موضوع موقف مرحلي، الواقع القديم انتهى الى غير رجعة. هلا شيء بيحزن، شيء بيزعل، شيء بيعصب، شيء غير مريح، شيء يعني مش مهم مشاعرنا، يعني ولو انه مشاعرنا نحن مهمه، وانه يعني نحن يعني كل واحد همه بكفيه، مش ناقصه مشاكل تانية، بس هذا واقع الحياه. خلص الدنيا تغيرت، وما تغيرت جزئيا، تغيرت بشكل اساسي، فما احنا ما عندنا فعلا خيار، الدنيا كلها ما عندنا خيار. هلا انا بحكيك بلبنان اليوم منع التجول، في احد من اصدقائنا في عنده يعني شخص صديق شخصي في عنده مشكله لازم نروح نساعده، بس ما فينا نروح، ممنوع حدا يطلع لبرا، نهائيا ممنوع حدا يطلع لبرا، فمضطرين نساعد من بعد. واقع
جديد صار بدنا خلص نتكيف لحتى ونتحول لنصير نحن على على مستوى الواقع الجديد بغض النظر اذا نحن حابين ولا مش حابين. وي هاف تو ديل وذ رياليتي هلا. وهذا الشيء بلش يا ساده يا كرام مش من هلا، هذا بلش على الصعيد العالمي من سنه تقريبا 2008، هو من قبل مبلش بس بيبلش كان بسرعه معينه، بسرعه عاديه، بسرعه يعني نحن كنا مش حاسين فيها، يعني كان ماشي الامور بسهوله بسلاسه. من 2008 لما انهار الوضع الاقتصادي في امريكا، الموضوع على مستوى الحكومات كله تغير، لان الوضع الاقتصادي انهار، الحكومات كلها تحولت من انه ماشي على ريزم معين على سرعه معينه، صار موضوع حال الطوارئ، صار انه كيف نحن هلا بدنا نرجع نعيش، نرجع نحيي ونعيش الاقتصاد العالمي من اول وجديد. وهذا طول سنة سنتين، بهالسنة سنتين خلص حطوا الموضوع، حطوا هالقطار هذا على سكة جديدة على من منطلق طريقة عمل القطاع الحكومي. وانتم عارفين هالشي بعمان مثل الكثير من الدول الخليجية والدول النفطية حتى قبل 2008، انتم عارفين شو يعني لما بينزل سعر النفط وكيف الحكومة كلها من 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 يعني من القمة إلى القاعدة، ومعها البلد كله بده يرجع يتكيف على الأساس. ومش مرة صارت، مرة ومرتين وثلاثة، ونحن حتى هلأ يعني عم نحكي نحن هلأ بعمان كمان نحن في عنا ضغط اقتصادي كبير اللي هو نتيجة الضغط العالمي وهبوط أسعار النفط. وهذا تأثيره على الميزانيات وعلى المشاريع وعلى طريقة العمل وعلى الصرف وعلى كل شيء، على كل شيء. فالقصة منا قصة جديدة، القصة هي قصة قديمة ماشي بس بسرعة أكثر. إجا موضوع كوفيد مثل ما تفضلوا الإخوة من قبل، سرع الأمور، صار أكسيليريتر يعني سرع الأمور بشكل أكثر، بس ما سرعها بشكل مرحلي، سرعها بشكل أساسي ودمغها، لأنه موضوع مش موضوع أيام وأشهر، صار موضوع سنوات، والله أعلم شو اللي جاي بعد هيك. هلأ كل هذا اللي صار يا سادة يا كرام الله يسلمكم، هذا صار بواقع معين في سياق معين، والسياق هو أنه الحياة بشكل عام أصلا تعقدت، الحياة صارت أكثر تعقيدا، وأنتوا عارفين هالشي، بتعرفوا من أجدادكم وأباكم كيف كانت الحياة في عمان قبل وكيف كانت الحياة هلأ، كيف صارت هلأ الحياة. فالحياة كلها صارت معقدة أكثر، وهذا التعقيد اللي صار عم يعمل ضغط على الحكومات. ليش؟ لأنه أنت بدك تلبي وأنت تتماشى مع هذا التعقيد اللي عم يصير، أنت ما فيك تكون بغير وادي، أنت ما أنت عايش بنفس الزمن. فحياتك أنت كمؤسسة عامة، كحكومة، كوزارة، كبابليك سيكتور، قطاع عام، قطاع حكومي، تغيرت وتعقدت مع هذا الواقع الجديد. وهذا كمان مش بإيدنا، هذا هيك خيار، هيك مسار التاريخ، الحياة صارت أكثر تعقيدا، وصار في ناس أكثر، صار في شعب أكثر. يعني وين كانت عمان من كم سنة، وين كان البشرية من كم سنة، صرنا وين هلا نحن؟ لحديد بداية هذا القرن، حتى لحديد يمكن حرب العالمية الأولى والثانية، كان عدد سكان البشرية كلها 4 مليار نسمة، وطول ليوصل ل 4 مليار مئات الاف السنين، مئات 400 500 الف سنه من اول ظهور الانسان بشكله الحالي هلا حسب العلم، رح طول بكل هالمده لنوصل ل 4 مليارات من بمده ال 50 60 سنه الماضيين، ماكسيموم 70 سنه الماضيين، صرنا 8 مليار تقريبا. فالدوبل صار من 4 مليار ل 8 مليار، فصارت البلدان كلها صار فيها ناس أكثر، فعندك ناس أكثر أنت ستدم اللي أنت مفروض تديرهم كقطاع عام، كقطاع حكومي. وأنتوا عارفين هالشي بالوزارة عندكم، أنتوا وزارة الإسكان في عمان، عدد العمانيين اللي كانوا قبل اللي أنتوا بتكون تعطوهم خدمات اللي أنتوا بتهتموا فيها بالتخطيط العمراني وبالإسكان وبالأراضي والبيوت وكل هالشي اللي بتعملوه، وين كان من 20 30 سنة 40 سنة، وين صار هلأ؟ لأنه صار في عندك عمانيين أكثر، والمجتمع تطور. وين كانت عمان من قبل وين هلأ؟ وين كان الخليج من قبل وين هلأ؟ وين شوف مصر، مصر كنا 50 60 مليون، صرنا هلا فوق 100 مليون. فالمجتمع وتعقدت الامور وصار في تطور، وحاجات المجتمع تغيرت مع التطور اللي صار. فتعقيد المجتمع، تعقيد الحياه وزياده المجتمع وطريقه انه طبيعه الحياه عم تتغير، كل هذه زادت من حاجات البشر، زادت من حاجاتها حجما وكما، وزادت وغيرت من حاجاتها نوعا كمان. فهذا كله صار واقع جديد قدام القطاع العام والقطاع الحكومي، وخلق واقع جديد قدامكم انتم كوزارة اسكان مثل كل الوزارات الحكومية التانية.
وصار في كمان رحنا لمحل تاني اللي هو صار في واقع كمان تاني اللي هو التعاون بين قطاعين العام والخاص. بدي اياكم بس تتخيلوا شو نحن احتماليات نجاحنا هلا نحن كبشريه لو القطاع الخاص اللي هو قطاع الادويه والابحاث العلميه اللي لها علاقه بالطب لم لا تساعد القطاع العام. نحن وين نلاقي نحن اللقاحات هلا الفاكسينيشن اللي المفروض يساعدنا لحتى ينقذ البشريه من هلا من موضوع الكورونا هذا؟ من وين نلاقي لو ما القطاع الخاص والقطاع العام عم يشتغلوا مع بعض؟ القطاع العام عم يضخ كل هالفلوس في كل هالمعامل والمراكز الابحاث في العالم ويعطيهم المصاري والامكانيات لحتى يشتغلوا، نحن يعني حالتنا بالويل. فاللي عم نلاحظه كمان مثل ما شايفين انه صار في واقع جديد بطل فيها الفروقات الكبيره بين القطاع العام والقطاع الخاص، بالعكس صار هلا عم نتعاون مع بعض، وهذا كله له تبعات علينا من ناحيه كيف نمارس العمل القيادي نحن كقاده في القطاع الحكومي والقطاع الخاص. اضف الى ذلك كل موضوع التكنولوجيا اللي كمان تفضلوا فيه الاخوه من قبل. التكنولوجيا يعني كنا نحكي نحن من مده، تتذكروا كنا نحكي من مده على موضوع الحكومه الالكترونيه، هلا يعني حتى ما حبطل حدا يحكي على الموضوع، وين الحكومه الالكترونيه؟ هلا صار يعني بالماضي صار موضوع مفروغ منه. هلا نحن صرنا ابعد من هيك، عم نحكي على الثوره الصناعيه الرابعه، عم نحكي على يعني الذكاء الاصطناعي، وين كنا وين صرنا؟ هلا احد الاخوه مره حتى بعمان، اخر مره كنت بعمان، صار لي سنه مش رايح لعندكم، يعني وحشتوني عن جد، يعني اصدقاء كثير وبلد جميل وحلو. المهم ان شاء الله بنرجع نجتمع. احد الاصدقاء بعمان خبرني انه في ابلكيشن، ما بعرف اذا جابوها لعمان ولا لسه، بس بجنوب كوريا ابلكيشن اي انسان ممكن يحطها ينزلها عنده على السمارت فون، على التليفون اللي عنده اياه، بس ما تروح على اي مؤسسه حكوميه، اكيد سامعين فيها، تروح اي مؤسسه حكوميه كل مواقع المؤسسات الحكوميه موجوده على الجي بي اس، على الجوجل ماب اوريدي موجوده، رايت؟ فبس ما تطلع من هالحكومه انت لسه على طلعت بعدك انه طالع من المدخل تبعها، تفتح الابلكيشن بيطلع لك عندنا بدك كم سؤالين ثلاثه، هل انت كنت راضي عن مستوى الخدمات ولا لا؟ بدون ما حدا يعرف بالوزاره جوا شو عم يصير، اذا راضي بتكبس نعم، اذا مش راضي بتكبس لا. وسؤال ثاني بيطلع شيء يعني رهيب، انه هل كان في فساد بهالمؤسسه ولا ما كان في فساد؟ هل دفعت رشوه ولا ما دفعت رشوه؟ كما بتحط نعم ولا لا؟ هلا وهالمعلومات كلها بتروح على الكمبيوتر الاساسي، على يعني الكنترول سيستم اللي هناك اللي هو مع تابع اي وزاره او اي ديوان او اي مؤسسه او اي جهه رقابيه او حتى القطاع الخاص، يعني مش بس ضروري القطاع العام، وتراقب هالمعلومات. وكل واحد بيفوت على الوزاره هذه او المؤسسه هذه العامه بيعطي هالنوع من الفيدباك، بيعطي هالنوع من معلومات، وتتجمع المعلومات ويتم تقييم عام قدام كل الناس على مستوى اداء هالمؤسسه وهالوزاره ومستوى النزاهه والفساد اللي فيها. شوف التكنولوجيا قديش صارت مهمه، وهذا صار واقع نحن ما فينا ننكره. فما فينا نحن كقطاع عام كقطاع حكومي ننسى تأثير التكنولوجيا على موضوع العمل القيادي اللي نحن حنمارسه. وبعدين صار الناس بطلت الناس بطل عندها جهل، صار في وعي عند الناس، الناس صارت عم تشوف كل شيء في العالم، عارفة الناس كل شيء. قبل كنا نسمع تلفزيون وإذاعة واحدة وتلفزيون واحد، نحضر تلفزيون واحد اللي هو تبع الحكومة، هلأ أنت عم تشوف كل العالم عندك في البيت، ومش ضروري في البيت كمان على الشاشة التليفون بتشوف كل الدنيا. فما في حدا يغشك، هلأ عم تشوف شو عم يصير بجابان وألمانيا وساوث كوريا والبلدان المتطورة. فما فيك انه والله هيك الدنيا او هذا هو الواقع تقبلوا فيه، لا، الناس ما بقى تتقبل لانه عم تشوف انه في محلات تانية في الارض الاداء الحكومي اداء القطاع العام عم يكون بطريقه تانية. فالوعي هذا كمان زاد ضغط على الناس. طبعا التويتر موجود واليوتيوب موجود والواتساب موجود، وصار الناس تحكي، فبطل موضوع سر، فصار الناس كله تعبر عن آرائها وتحكي هالموضوع، وصار رؤساء الدول حتى كمان يشجعوا الناس انه خبرونا شو اللي عم يصير، خبرونا عن الفساد، خبرونا عن عدم الكفاءة، خبرونا اذا في امور عم تتأخر. فكل هذا خلق نوع من الشفافية اللي صارت كمان جزء من الواقع. واهم من هذول كلهم كمان صار في منافسة بين الدول لجذب الاستثمار. فلما بدي روح هلا صار في مستثمر معين
بدي اروح على بلد صار بدي اشوف شو واقع البلد من ناحية النزاهة، من ناحية الكفاءة، من ناحية الافيشنسي، من ناحية الفعالية الموجودة فيه، من ناحية طبيعة الشغل والتقدم الموجود فيه. اذا ما شاف انه في بنية تحتية كافية من الاداء القيادي، مش بس تكنولوجيا، مش بس طرقات، مش بس تليفونات، بس كمان مستوى الاداء القيادي في الحكومات، اذا ما شاف انه عنده ناس حيتعاطى معهم في هالبلدان هذه على الصعيد القطاع العام لحد بشكل هم على قد المستوى واكثر، حيروح يفتش على بلدان ثانيه، والبلدان هلا عم تتنافس مين فيها تغري المستثمرين اكثر من ناحيه تقديم الخدمات الافضل والاداء الحكومي القيادي بشكل افضل. هلا ممكن نحن نستفيد اكثر في هذا الموضوع، بس انا عارف انه انتم عارفينه بشكل اكثر مني، لانه انتم يعني ابناء هذا القطاع وعايشينه، وما شاء الله عليكم يعني خبرتكم واسعه جدا وعارفين الموضوع بتفاصيله. بدي هلا بما انه صار عندنا فرص يعني صرنا فاهمين خلفيه الموضوع والسياق، بدي هلا انتقل للسمات القياديه المطلوبه بالقطاع العام. شو سمات القائد في العهد الجديد هذا، في عصر التحول في الموضوع في قطاع الحكومه والقطاع العام؟ بدي احكي عنها بشكل مختصر كمان لانه الدكتور علي كمان استفاد في هالموضوع. هلا شو هي هالسمات هذه؟ احد اهم السمات، او اهم الملاحظات اللي انا شفتها هي سادة انه بطل في كتير فرق بين متطلبات الاداء بالقطاع الخاص كتير وبالقطاع العام، بطل في فرق. هلا دائما رح يكون في تميز بين طبيعة القطاع العام وطبيعة القطاع الخاص، دائما رح يكون فيها التميز موجود، لأنه القطاع الخاص يبتغي الربح ويبتغي الربح على مستوى القصير كمان، بينما القطاع العام مش ضروري يبتغي الربح، في بعض الأحيان نعم بس مش ضروري بنفس الطريقة، وبعدين عنده التزامات تانية هي الخطة الاستراتيجية تبع الدولة، خدمة المواطن، وفي معايير تانية. بس بشكل عام اللي أنا لاحظته هو أنه المعايير هذه القيادية على مستوى قيادي عم تقرب من بعضها أكثر وأكثر وأكثر. ولا أخفيكم سرا، يمكن هذا الموضوع هيكون شوي يعني مفاجئ لبعضكم، أنه أنا عم لاحظ من خبرتي، أنا صار لي 35 سنة في العمل القيادي في 90 بلد تقريبا، أو في القطاع الخاص وفي القطاع العام، عم لاحظ أنه متطلبات العمل القيادي في القطاع العام عم تصير أكثر وأكثر أهمية وتطلبا من القطاع الخاص. دائما نحن عندنا التصور كان انه القطاع الخاص اسرع واكفى وياخذ كفاءات اكثر والناس فيه اشطر والامور فيها حركه اكثر من القطاع العام نسبيا طبعا، وانه القطاع العام سهل واللي بده يريح حاله يفوت على الدوله ويشتغل بالحكومه وبلا هم وبلا شيء وعندك توظيف الى يعني الى طول الحياه والناس بتطول بالها عليك ومش ضروري كتير في ضغط على مستوى الاداء، يعني كل يعني مرتاح اكثر. هذا كله تغير. انا عضو بالعدل لجنة التحكيم العليا في الله يسلمكم في احد البلدان بالخليج، في لجنتين هي تابعه لرئيس الدوله، جائزه رئيس الدوله للتميز الحكومي، فانا ممبر بالجراند جوري بلجنة التحكيم العليا. فلما بنروح وبنعمل الاجتماعات لحتى نختار مين من القاده المرشحين لياخذوا هالجائزه هذه الكتير، يعني جائز رئيس الدولة بالنتيجة هدول بيجوا بيصيروا وزراء يعني إذا أخذوا هالجوائز بشكل عام، لأنه يكونوا فعلا مميزين. فنحن بنشوف هدول الأسامي وبنشوف التقييم اللي عمل اللي طلع عنهم، بطلع أنا على هالنوع من التقييم بينه بالنفسي بقول إنه أتحدى أي حدا يعني على الأقل في الشرق الأوسط من مدراء القطاع الخاص يكون بهالمستوى. معايير قاسية جدا جدا جدا، لأنه أنت مش بس عم تتنافس داخليا، أنت عم تتنافس خارجيا، عم تتنافس أنت مع معايير قيادة عالمية. بطل الأمور نحن على مستوانا الخاص، ولو أنه أنت قاعد محلي في بلد معين، بس أنت عم تتنافس على مستوى عالمي. فصارت الأمور متطلبات العمل القيادي في القطاع العام صار أكبر أكثر، وما بقى في ما بقى في تساهل في هالموضوع، لانه الضغوط على الحكومات لحتى تلبي طلبات الشعب صارت اكثر واكثر. ف
فهذه أساس في الموضوع. مشان هيك ليه عم بقولكم هالكلام؟ يعني بدي اياكم تعرفوا انه الآتي هو طبعا يعني في بعض الناس حيشوفوا ضغط وخطر وتهديد لأداء لوجودهم، في بعض الناس كمان طبعا خطأ هالكلام، في بعض الناس حتشوفوا فرصة. هذا اللي آتي هو فرصة يعني متميزة، فرصة تاريخية لكل الموجودين خاصة القيادات في القطاع العام لحتى تو أبجريد، لحتى يرفعوا من معايير القيادة الموجودة عندهم ويصيروا منافسين حتى للقطاع الخاص وأكثر كمان. واللي حشوفه أنا أتوقعه، وهذا أنتوا إذا اللي بروح على رايح سنغافورة وبعض الدول الآسيوية بيعرف هالشي، صار مستوى القيادة في القطاع العام لهالدرجة عالي وراقي، صار الناس في القطاع الخاص الشركات تقتنص الفرص لاستقطاب ناس قادة في القطاع العام لحتى يجي يشتغلوا فيها، لأنه الكفاءات هناك صارت أعلى بكتير بكتير بكتير. فهذه فرصة لألكم، فرصة لكل الموجودين، لكل اللي عم يسمعوا، انه هلأ صار في عنا فرصة رحنا نتعلم. طبعا بدك تروح دورات تدريبية، بدك تشتغل على حالك، واكيد الحكومات والمؤسسات كلها يعني في امكانيات على قد يعني الموجود، وعم تسهل هالمناسبات يعني لحتى التدريب والتثقيف وامتلاك يعني اكتساب المهارات الجديدة هذه. فهذه فرصة لكم لحتى انتم تتطوروا. فاللي عم يصير يا سادة يا كرام هو هلأ صار في مزيج بين العام والخاص، صار موضوع الرؤية، موضوع الغاية، موضوع التفكير الاستراتيجي، مش بس التخطيط الاستراتيجي، التفكير الاستراتيجي. بتجيب لك كم واحد انت كونسلتنت مستشار بيعمل لك كم خطة بيروح، بس انت موجود ومشاكل بلدك موجودة، بده يكون عندك انت قدرات التفكير الذاتي الاستراتيجي. موضوع البابليك بوليسي، السياسة العامة، موضوع الكي بي ايز، المؤشرات الأداء الرئيسية، وكل شيء، كل هذا اللي نحن بنحكيه بالقطاع الخاص كله صار موجود بالقطاع العام وأكثر كمان، وصار مطلوب يكون في قيادة مبدعة. ونحن عم نحكي على الإبداع، مش هيك عم نحكي إبداع بالهوى، الإبداع يعني استنباط حلول جديدة لمشاكل جديدة. نحن كوفيد ما عارفين كنا كيف نحل، هاي مشكلة يعني completely new، هذه تماما مشكلة جديدة. فصرنا نحن ونجحت البشرية الحمد لله بمدة سنة واحدة تقريبا، وهذا شيء يعني إعجاز تقريبا، يعني شيء مش طبيعي انه نحن بأقل من سنة عم نلاقي نحن تقريبا لقينا اللقاح. مفروض عادة ياخد 10 سنين، 8 سنين، 7 سنين بياخد هالموضوع دورة الأبحاث لتعمل اللقاحات، بسنة واحدة لقيناها، لأنه مستوى القيادة في هالقطاع هذا الطبي لهالدرجة تطور، صاروا يلاقوا التكنولوجيا تطورت، صاروا يلاقوا حلول مبدعة جديدة لمشاكل جديدة. فالمطلوب منكم أنتوا هلأ يصير في عندكم وعندنا نحن كلنا في القطاع الحكومي قيادة مبدعة جاهزة لاستنباط أفكار جديدة وحلول جديدة لمشاكل جديدة. في منها لسه جديد طالع، في منها مش عارفين إمتى حيطلع، بس أكيد إنه حيطلع. فبدي يكون عندنا هالقدرة هذه موجودة وهذا كله راح بيكون بإطار عندك أحداث ديناميكية وسريعة، مش الأمور بطلت الأمور سهلة والأمور بطيئة. فضمن يعني بهالجو هذا بدك تشتغل أنت بفكر مبدع. كمان بدك يكون عندك الصلابة الشخصية اللي كمان نحكي بالموضوع. أنا عندي صديق في أحد الدول كمان في الشرق الأوسط، كان هو في القطاع الخاص، أخذوه عملوه وزير بالقطاع العام، بالقطاع العام بأحد الدول هذه. بيقول لي يا مايكل أنا يعني ما أعرف كيف ألاقي طريقة، حتى حتضحكوا شوية بالموضوع، بدي أطلع من هالموضوع، يعني أنا يعني ابتليت في هالحكي في هال في هال في هالوظيفة هذه، لأنه اللي كنت أشتغله أنا في هالمؤسسة الخاصة هذه اللي أنا كنت أعتبره يعني شغل مضني، عم بيشتغل أضعافه بالدولة. كنا نفكر إنه بيفوت على الدولة بيرتاح، يا أخي ما بدي أكون لا وزير ولا من يحزنون. ويمكن الدكتور خلفان يمكن يعني أكيد هلا يمكن عم يبتسم، فاهم علي شو عم بحكي، لأنه المتطلبات منك أضعاف أضعاف، لا عندك ويك إند ولا عندك جمعة ولا سبت ولا ليل ولا نهار ولا فرصة ولا من يحزنون، ما بيهدى التليفون، ومتطلبات من هون ومن هون، الضغط النفسي يعني حدث ولا حرج، ما في رحمة بالطلب، لأنه العالم بحاجة وبدك تخدم أنت كمان، صح؟ فبدك تكون عندك صلابة شخصية personal resilience، بدي يكون عندك أنت يا هذا لحتى أنت تتحمل هالضغط هذا ولا حتنهار. مشان هيك قلت لكم متطلبات العمل في القطاع العام صارت أكثر من القطاع الخاص. القطاع الخاص
بتشتغل خلص بتروح على البيت تاخذ فاكيشن والسلام عليكم وانتهى الموضوع. بالقطاع العام ما بقى فيك هيك، بيجيك تليفون من فلان ومن عم بدك تلبي الشعب، ما فيك يعني الناس ما بتسكت، بدها اذا ما لبيتها بدها تحكي، وفي اعلام وفي تويتر وفي، فمشان هيك في ضغط كثير صار لحتى يتلبى كل هالطلبات. مشان هيك بدها موضوع الصلابه الشخصيه ولازم يشتغل عليها. بعدين الانسان المواطن هو صار المحور، بطل موضوع البيروقراطيه هو المحور. بالزمانات كان بس انت عمول البيروقراطيه، نفذ القوانين ومشي حسب القوانين، ويعني الانترنال اوديت والقوانين المرعيه هذه مشيها وما تخلط وخلص مشي الحال. هلا لا، هلا المحور هو المواطن، بطل المحور هو بس القانون. طبعا القانون اساسي بس الاساس هو المواطن، هو صار المحور. كيف بالقطاع الخاص بنقول كاستمر سنتريك رايت اور كلاينت سنتريك، هلا نحن عم نحكي سيتيزن سنتريك، لانه كله مفروض يكون في خدمه المواطن. فكل هذه في نظره في ذهنيه عم تتغير. وبعدين نحن بطلنا نشتغل ضمن حدود معينه، والله وزاره الفلان ما بتحكي مع وزاره فلان، وزارة الفلانية ما بتتعاطى مع الدائرة الفلانية، هذا بطل، هذا نسيه، انساها الموضوع. يعني بدي اياكم تتخيلوا نحن في هل اللي عم يصير مع كوفيد، اللي هو حالة دراسية يعني كيس ستادي ممتازة، يعني ولا يمكن كان البلد ينجح بمواجهة، اي بلد ينجح بمواجهة هالخطر هذه، هالمشكلة الكبيرة اللي عم التحدي الكبير، اذا ما في تعاون بالوزارات، اذا ما في تعاون بين كل المؤسسات من فوق لتحت، ما في مجال يعني افقيا وعموديا. فبدك تشتغل هلا بذهنيه انه ما بقى في انه ما يتدخل بشغلي ويتدخل بشغلي، وهذه نحن هيك وهي هيك، ما كله هذه كل السايلوز، كل الحيطان، الحواجز بين المؤسسات، كل هذه عم تنهار يوم عن يوم. صرنا ما نشتغل نحن كمجموعات مختلطه، وهذا شيء مزعج للناس. انا عارف انه الناس بتنزعج لانه الكوردينيشن التنسيق والتعاون يتطلب صبر، وبده مهاره، وبدك تطول بالك، وفي هالاعتبارات وهذاك الاعتبارات، وعنده هذا مسؤوليته وعنده هذا وجهه نظره، فكل هذا بياخذ مجهود ومزعج، بس ما في بدل، ما في مهرب منه. فبنا نحن كمان نتطور بهالذهنيه تبعيتنا لحتى شو نفهم انه راح يصير من هلا ورايح مشغل مجموعات، مش مجموعه وحده كل واحد قاعد محله. وصار الانسان صار الوزير، صار المدير، صار المسؤول، هو ميسر، لانه ما بقى في حدا يقول انا بفهم. ما فيك تروح عند الوزير تقول له اعطيني حل، ما في حدا بيفهم بهالموضوع بشكل كامل، لانه مشاكل كتير كبرت وتعقدت. او يجي عندك موظف لعندك انت مدير بدائره معينه يقول لك لاقي لي حل. حبيبي كيف بدك لاقي لك حل؟ شيء ما حدا، بدنا نشتغل كلنا مع بعض. فصار شغل المدراء، الموضوع القيادي بهالاطار صار تيسير للطاقات، تيسير للخبرات، تسهيل لها لحتى كلها تتعاون مع بعضها وتشتغل. بطل هل انا مدير وديكتاتور وهذا انا هالكلام وبيمشي وفي قوانين، انسى هذا كله، انساه. بدنا نحن بنلاقي حلول، وين ما تكون الحلول بدنا نجيبها، بدنا نجيبها. هلا هون من الصين بدنا نجيب اللقاحات، من امريكا بدنا نجيب، من المانيا بدنا نجيب. بطل في موضوع انه الواحد عنده الحلول، الناس كلها بدها عندها حلول، بدها تتعاون، ونحن بدنا نسهل الموضوع. بعدين مثل ما حكينا بده يكون عندك تفكير استراتيجي. شو يعني تفكير استراتيجي؟ جوهر الاستراتيجية هو الخيارات. Strategy is about choices. التفكير الاستراتيجي هو كيف انت تختار الخيار الافضل. وليش هذا مهم؟ هذا مهم لانه نحن عنا قدرات محدودة من الطاقات، يعني عنا limited resources. كل مثلا خدوا انتوا وزارتكم عندك بجت معينة، ما عندك انت بجت مفتوحة، هي الدولة كلها عندها بجت محددة، بده يكون انت عندك بجت مفتوحة. فانت بالبجت الموجود عندك بدك تاخد افضل خيار من الخيارات الموجودة، وتقول انا بدي اكرس هذه البادجت الريسورسز اللي عندي، ان كان فلوس، ان كان امكانيات، ان كان اراضي، ان كان قوانين، ان كان بشر، ان كان شو ما كان تكنولوجيا، هاي كل هذا البنيه التحتيه لهالخيار 1 2 3. الخيارات الثانيه ما عندنا وقت لها وما عندنا مصاري لها وما عندنا امكانيات. فالتفكير الاستراتيجي هو كيف انت تحرك الامكانيات الموجوده عندك بخيارات ذكيه تتماشى مع الرؤية والغاية البيربس اللي انتو حاطينه. فالخيارات مسهلة، بس بغض النظر بيصير في عندك تفكير استراتيجي، لانه الامور بتتغير وبتضلك انت تتأقلم مع التغير اللي صار، وبدك تصير انت كمان شاطر بالتعاطي مع المخاطر والازمات، لانه الله اعلم بكرة شو بيصير، الله اعلم بكرة شو بيصير. وخاصة انتو عمان، يعني الله منعم عليكم ببلاد ما شاء الله، الله يحفظها بالامن والسلام، بلاد حلوة، بس كمان عندكم تحديات بالضغوط بالطقس.
كل مدة سنتين ثلاثة لا سمح الله يعني بيصير طوفان، بيصير تجي عواصف، تجي شغلات. وأكيد أنتوا وزارة الإسكان يعني إلا ما تت يعني بنوع من بنوع من أنواع إلا ما تكونوا لكم علاقة بتأثروا في الموضوع أو بتكونوا تضطروا تخدموا أو تساعدوا. فهذه كلها بدها تكون عندك الذهنية بالتعامل مع المخاطر والأزمات. نفس الشيء وزارة التربية، هذا اللي صار كله أزمة كبيرة صح؟ وزارة الصحة، وزارة المواصلات، وزارة الاتصالات، كله، وزارة المال، المصاريف كلها انحطت هذه أيام كورونا والخسارات الاقتصادية من وراء التسكير اللي صار للاقتصاد، كل هذه مخاطر وأزمات. فنحن بالقطاع العام كقياديين من نفكر من هالمنطلق من هالورايح، وهذا طبيعي طبعا بالقطاع الخاص، بس صار كمان جزء أساسي بالقطاع العام. فبدنا نحن نكون مرنين، لأنه التفكير على هالمستوى بده مرونة، بده يكون احنا بدنا نكون متكيفين مع الواقع دائما، وبدنا نكون نشيطين. ما فيش مجال للكسل هلا، ما فيش ابدا. يا ما في عندنا مثل نحن بالمان بقول يا اما ارحميني، ما فيش يا ماما ارحميني، ما فيش هذا الكلام، لانه كله تحت الضغط. هلا انا برايي هذه فرصه، لانه الضغط يولد الفرص كمان، مش بس يولد التعب، بس يولد الفرص. لأنه تحت الضغط أنت بتطلب من نفسك أكثر، وأنت ترقى بنفسك، تكتسب مهارات أكثر وأكثر وأكثر وأكثر، وأنت تتطور كإنسان، وأنت بتصير من جماعة المرحلة الحالية والمقبلة. أنت بتعرفوا كل تعبير، كل زمان له أهله، كل تحدي له رجاله، كل مرحلة له رجالها ونساءها. أنتوا عارفين هالتعبير هذا. الحكومة الحالية هلا الموجودة عندكم من أي منطلق أجت؟ في مرحلة جديدة في البلد، في تحديات جديدة في 2040، فتم اختيار الوزراء كلهم بالترتيب كله على أساس أنه نحن بدنا الناس المناسبين للمرحلة المناسبة، للتحدي المناسب، لتطبيق وتحقيق الهدف والغاية المناسبين حسب الاستراتيجية الموجودة صح؟ فهذا هل الواقع. اختيار الوزراء كيف اختاروا الدكتور خلفان؟ من منطلق شافوا انه مين هو الرجل الانسب لهالمرحلة الجديدة وما تتطلب، وما منلاقي نحن هالشخص هذا، فتشوا عنه وشافوا هالشخص هذا موجود وعنا اياه وعنا موجود ما شاء الله الكفاءات موجودة، فقالوا تفضل اتحمل المسؤولية هذه. فهذه فيها فرصة لخدمة البلد للتطور، وانتوا كلكم الموجودين هلا التحدي امامكم كلكم انه كيف تكونوا انتوا ابناء هالمرحلة الحالية، هذا الواقع الجديد اللي موجود، وكيف حتكونوا انتوا تطوروا حالكم لتكونوا انتوا ابناء المرحلة الآتية، لانه حتفتح فرص معاها، حتفتح معاها فرص. ف it's not bad news، يعني ما انه موضوع انه في هم جديد صار علينا او ضغط، بالعكس صار في افاق جديدة حتفتح، واللي طموح واللي عنده قدرة واللي عنده امكانية وعقله عقل متفتح يسعد لهالموضوع ويطور حاله حتى يكون ابن هالمرحلة وابن المرحلة القادمة. وصار في عنا كمان نحن مطلوب، صار في نحن نعرف كيف نعمل نبني الفريق المناسب صح؟ لأنه لحالك you cannot do it alone. مين ما تكون إن شاء الله تكون أكس كإنسان في العالم، وبدون ناس حواليك ولا ممكن تعملها، ولا وزير في ينجح، ولا مدير في ينجح، ولا أي مسؤول في ينجح، ولا حكومة في تنجح، مع كله بده يصير مع الناس. فبدك أنت تشوف كيف أنت تبني الفريق المناسب اللي حواليك لحتى مع بعض كميسر للفريق صح؟ تصنعوا النجاح. ونلاحظ كلمة بناء الفريق شو يعني؟ بيكون ذكي باختيار الناس المناسبين اللي عندهم المهارات المطلوبة لحتى يعملوا هالشيء، مثل ما صار بموضوع 2040 اللي عندكم إياها، إنه تم اختيار الفريق المناسب، بناءه بكل ذكاء بكل تدقيق وبكل موضوعية وبكل مستوى علمي right؟ بكل نظرة دقيقة لحتى شو علمية لحتى يجيبوا الفريق المناسب لحتى يعمل شو الـ يحقق الهدف المناسب. وصار في تحدي كمان صقل للقادة. هلا أنت مسؤوليتك القادة اللي عندك بدك تسقلهم. لما طلب مني دكتور خلفان انه احكي اليوم، ليش طلب مني احكي بموضوع؟ لانه عارفني انا اخصائي، يعني اختصاصي موضوع القياده وصقل القياده، وهو حريص انه يصقل القياده اللي حواليه. ففي موضوع، وهذه مسؤوليه مش بس الوزراء، مسؤوليه كل مدير
اللي عنده جماعته تحته، بدك تسخر القاده اللي عندك، شوف مين اللي انت المستوى القيادي اللي عندك، يا مين الجماعه الكوميونتي المجموعه القياديه، بدك تشتغل عليهم تطورهم، لانه كل ما تطورهم كل ما تعزز مهاراتهم القياديه كل ما بينجحوك اكثر وبينجح العمل الجماعي اكثر واكثر. وهذه مسؤوليه اساسيه. وبتكون كمان انت شاطر بالتواصل، لانه كوميونيكيشن هو الاساس، شيل كوميونيكيشن كل الليدرشيب بيفشل، التواصل هو الاساس. وما في يعني ما في حد للتعلم بهالموضوع، قد ما تتعلم فيك تتعلم اكثر. واغلب الناس تفشل بعمل القيادي لانه لا تتواصل بشكل جيد، اللي بيخلي الناس تفهم عليها وهي تفهم على الناس. فالتواصل صار اساسي. وطبعا انتم عارفين هالشيء بموضوع الكوفيد هلا قديش موضوع التواصل مع المجتمع وبين افراد المجتمع اساسي بمعالجة هالموضوع. وموضوع الشفافية كمان، الشفافية أساسية. أصلا ما فيك تكون ما شفاف هلا، خلصنا هذه أيام اللي واحد يعني يسكر المكتب عليه ويسكر الجوارير المكتب ويعمل هيك حط حاله بجزيرة، هذه انسوها خلص، كله صار مفتوح، ما في شيء بطل معلوم، وإذا مش معلوم اليوم بكرة حيكون معلوم. فبدك تكون بدك تشتغل بمبدا شفافيه كامله، يعني بدك تشارك الافكار اللي عندك وبدك الناس اللي حواليك يشاركوا لحتى يصير في حوار بين بعض، وحتى نتيجه الحوار هذه نوصل لافكار بناءه ونمشي لقدام. فموضوع نحط حواجز بطل هذه اصلا التكنولوجيا ما بتسمح فيه، لانه كل المعلومات صارت هلا موجوده. انا بتذكر لما بال2040 لما تاكدت وتثبتت خلص الرؤيه، انحطت على الانترنت لمدة اسبوعين لكل العالم public، مش كتير بلدان بيعملوها هذه، حطوها لكل العالم. في اوقات ناس بتستر على الموضوع، بس انتوا حطيتوا لكل انسان في اي محل في العالم يشوف الفيجن تبعكم ل2040 ويعطي فكرة مين ما كانت تكون. وحتى لما اطلقت الفكرة وانا كنت احد المتكلمين بهالمناسبة هذه، شو اللي صار؟ كان بس مباشر لكل يوم لمدة 8 ساعات لكل الشعب العماني لحتى كل الناس تسمع اللي عم يحصل. فهذا كله من منطلق الشفافية، لأنه بدون شفافية ما حيصير في مجال للحوار والتعامل. وموضوع الأخلاق هو أساس جدا، موضوع الأخلاق هذا ما في مزح فيه أبدا نهائيا، لأنه كله واضح، واللي بتخبى اليوم بكرة يبين. إذا لم تمارس عملك القيادي بطريقة فيها أخلاق وفيها قيم، وانتم يعني ما شاء الله عليكم العمانيين مشهورين بهالموضوع بقيمكم واخلاقكم، صح؟ اذا لم تمارسها باخلاق، بالنزاهه، بالامانه، اذا باحترافيه، العالم حتشوف، والعالم حتشوفه حتحكي، والمسؤولين حيشوفوا، وكله تحت ضغط، فحيتحاسب كل. وهذا ما في يعني ما في حدا يعني معزول عن الموضوع، هم الوزراء يحاسبون، يعني كل الناس تحاسب. يعني بتشوف الموضوع، فما في حدا في عليه خيمة في هالموضوع. بدك تكون انت يعني ابيض من الثلج لحتى دايما تكون امورك مرتاحة وما حدا يشوش عليك، وكل طاقتك تكون نحو الانتاج والابداع، ما تلبك الحياة عليك، لانه الناس كلها يعني عم تراقب شو اللي عم يحصل. وبدي يكون في التزام بالقلب، التزام في الروح، التزام يعني مش بس التزام والله انا بيجي على الدوام وبروح بعمل اللي علي بروح، لا، هذه كمان بطلت تمشي، هذه كمان بطلت تمشي. مره بعثوا لي صوره لوجه احد وزراء حتى في لبنان كانت هون، احد وزير الصحه، بتشوف وجهه قبل كورونا بتشوف وجهه بعد كورونا، بتحس انه هذا الانسان كبر 10 سنين، يعني الارهاق، العيون ما في نوم. هلا هذا كله مين بيجي؟ هذا بيجي من والله انا بلتزم بالدوام، بيجي بالصبح وبيجي بروح الظهر والسلام عليكم، لا، هذا بيجي التزام من جوا، من قلبك ومن روحك ومن ضميرك، انه انا جاي اخدم هون. ومين عم بخدم؟ القطاع الحكومي عم بخدم شعبي، القطاع العام الخاص بيخدم المستثمر، بيخدم صاحب الشغل، بيخدم الشير هولدرز، يعني المستثمرين، اصحاب اللي عندهم اسهم في هالموضوع، الشركاء. القطاع العام بيخدم الشعب، فأنت عم تخدم والدك ووالدتك الله يطول عمرهم، وأهلك وإخوانك وأحفادك وجيرانك وأهل قبيلتك، هذا اللي عم تخدمهم. فمشان هيك الالتزام صار أساسي، ويطلع من جوا، ما يكون بس التزام بالظاهر بس. وبدك تعطي أمل كمان، الموضوع الأمل كتير مهم. leaders are dealers of hope، القادة هم موزعين الأمال، لأنه ما أضيق العيش ولا فسحة الأمل. فبدك تعطي دائما أمل اللي حواليك ليل نهار، وبدك تشتغل بجد hard work، ولا ما بتوصل لنتيجة.
ايام هذه اللي كنا نحن نشتغل فيه يعني الامور الايام الماضيه، انه واحد حط رجل على رجل، يقرا جرايد، يسمع شويه اخبار، ويشرب قهوه وفلان وزيارات، هذه بطل فيه، لانه كله عم يطلب، كله عم يطلب، وكله بده هلا وبده امبارح كمان. وكل الناس هيك، مش بس انت هيك، كل الناس هيك، مديرك هيك، ومدير مديرك هيك، ومدير مدير مديرك هيك، والناس هيك. فهي طبيعه الحياه، يعني للاسف هيك صار، هذه واقع العالم كله هيك صار، الدنيا كلها هيك صارت هاي. فبدك تشتغل بجد، لانه الروتين لحاله ما بيكفي. وليش؟ لانه في مساءله، لانه في مساءله، بطل في موضوع انه خلص انا بالقطاع العام وما حدا بيشيلني. طيب يمكن ما بيشيلوك، بس انه بيبعتوك الله اعلم لوين. يعني في مليون طريقه، وما في سوء نيه في الموضوع. ليش؟ لانه التحدي كبير، وكلنا بدنا ننتج، وبالنتيجه كله لمصلحه البلد، صح؟ فالمساءله عم تزيد اكثر واكثر، والناس عم تراقب، والناس عم تسائل. فمشان هيك كل هذا يخلق فرص لحتى واحد يبدع في هالموضوع، بدل ما يكون بس هو بده الستره، بالعكس كيف يبادر ويعمل اكثر من مطلوب، لانه العيون كلها عم تشوف. يعني مش بس المساءله، ما بدي احكيها بطريقه بس سلبيه، الدوله والمسؤولين عم يراقبوا كمان مين المبدع. الدوله بحاجه لقاده، بحاجه لصف قيادي جديد ومتجدد دائما. فاي شخص يبدو عليه من اي شكل من اشكال اي سمات القاده، سمات الايجابيه للقياده، فورا هذا بنحط علامه ايجابيه عليه، انه هذا حطوا عينكم عليه، بيطلع منه مدير عام، بيطلع منه وزير، بيطلع منه رئيس مؤسسه، بيطلع منه انسان قائد في العمل، في العمل الحكومي. فمشان هيك يعني it works both ways، ما في مجال للكسل، بس كمان في مجال واسع جدا للفرص، وبدها ذكاء مالي كمان. بطلنا مثل قبل انه ما في مشكله، انه بالفلوس موجوده وما في مشكله، لا، بدك تعرف كل قرش هذا وين عم تصرفه، لانه عندك كتير مشاريع وما عندك امكانيات ماديه كثيره. فكل هذا الله يسلمكم بده موقف ايجابي نحو التغيير، لانه السلبيه في هالمجال يعني حخلص قريبا ما حتفيد. فبدي يكون عندك موقف ايجابي، وانا عند الناس يمكن بعض الناس عندهم هالموضوع شويه صعب، لانه معودين على القديم او العمر او الضغوطات الموجوده. بس شو نعمل، هذا صار واقع الموضوع. فدائما افضل انه يعني if you can't beat them join them، يعني اذا هذا الموضوع هيك صار خلص، يعني مشي معهم واركب الموجه هذه، واصلا هي شيء ايجابي، واستغل الفرص واخلق لحالك فرص وتطور. وخاصه انه موضوع النقل المعرفي صار مهم، فكل موضوع صار موجود، بدك تتعلم في فرصه، بدك تروح على تريننج كورس في فرصة، بدك تاخذ كتاب في فرصة، كله صار موجود. ومش بس هيك، صار مسؤوليتك انت كمان كمسؤول تنقل المعرفة اللي حواليك، وتخلق شو، حاضنة جديدة للقيادات. مش بس تسقل انت قيادات الموجودة عندك، بدك انت تخلق بيئة جديدة لحتى عندك يكون في جيل ورا جيل، جيل ورا جيل من القيادات الجديدة اللي عم يصير. واهم من هذا كله كمان بدي يكون عندك شيء اسمه الذكاء السياسي، هذه بتكون تسمعها أكثر وأكثر من المستقبل هذه، لأنه الناس ما بتحكي عنها كثير، بس هي حتكون أساس. وأنا عم بشتغل على الموضوع، على كتاب هلأ في هالموضوع، إن شاء الله أول سنة الجاي، أول شهرين ثلاثة بيطلع الكتاب، اسمه How to Lead with Political Intelligence، كيف تقود بالذكاء السياسي. والذكاء السياسي معناها أنه تعرف أن تقرأ الخريطة الموجودة عندك حواليك، من المسؤولين، وين مراكز القوى، وين مراكز الإدارة، وين مراكز اللي فيها الريسورسز، المقومات الموجودة اللي ممكن تساعدك بشغلك، ويكون عندك الذكاء انه انت كيف تعرف تناور الموضوع، طبعا كله بإيجابية، كله بحسن نية، لحتى انت توصل للناس المزبوطين، لحتى يعطوك الإمكانيات المطلوبة، لحتى انت تأدي وظيفتك بنجاح. هذا هو الذكاء السياسي. يعني عم نحكي منطلق الإداري، ما عم نحكي منطلق السياسي المتعارف عليه. يعني تفهم أنت، you have to understand the landscape, the power landscape، عم بحكي شوي بالإنجليزي هلا، the authority landscape، منظومة السلطة، منظومة القيادة اللي حواليك، منظومة القرار، منظومة اللي مين ممكن يسهل لك أمورك بأي شيء مجال من المجالات، وتعرف كيف أنت تداري الموضوع وتمانوفر، تشوف تلاقي طريقك بشكل أنه توصل للوقت المناسب للشخص المناسب من خلال العلاقات المناسبة اللي تطورها معاه، وتحصل على الإمكانيات لحتى تنجح بعملك وتأدي بشكل ممتاز. فهذا كله يا سادة يا كرام يتطلب تغيير العقلية، بده بارادايم شيفت، بده مايند سيت جديد، بده نظرة جديدة، صح؟ فهذا مثل ما حكينا، خلصت يعني عندي 2 سلايدز وبخلص، بده هذا موضوع، مش موضوع نحن حنتأقلم مع واقع جديد، لا، أكثر من تأقلم، بدنا نحن نغير
ما في انفسنا، نغير الذهنيه اللي عندنا. طبعا هذا الشيء مش سهل، هذا الشيء صعب ومزعج وبده مجهود، بس شو بدك تعمل؟ يعني لا حول ولا قوه، هيك خلص الظروف، هيك صار. هاي خوت كورونا، حدا كان راضي تجي كورونا؟ اضطرينا نحن انه نغير كل حياتنا حتى نتاقلم من كورونا، حتى نحافظ على حياتنا وحياه اولادنا، صح؟ بالرغم من قديش صعب الموضوع، من رغم الكلفة الغالية الاقتصادية والأعصاب والمرض والناس اللي توفوا الله يرحمهم، فبنضطرينا. فنفس الشيء، فعنا صار واقع جديد، في الكثير من الضغوطات بس في كثير من الفرص. مع تغيير الذهنية، تغيير العقلية، الناس الأذكى بيشوفوا هالموضوع كفرصة، بيشوفوا بيكونوا واقعيين، صح؟ وبيعرفوا انه هن لن ما حدا حيقدر يغير الواقع، الواقع أكبر من كلتنا، فيقبل الواقع مثل ما هو ويشوفه من منطلق هو ليس مخاطرة، منه تهديد، بالعكس هو فرصة، ويغيروا هالذهنية اللي عندهم، يطوروها، خاصة النوايا جيدة وموجودة حواليكم، صح؟ اطلب المساعدة اللي بدك اياها، تعلم اللي لازم تتعلمه، خلي يكون عندك ذهنية منفتحة، واستغل الفرص، لانه اللي عم يحصل هلا هو مطبخ لصناعة قادة المستقبل. واذا انت عندك طموح، هلا هي الوقت المناسب، هلا هي الفرصة لحتى تستغل هالشيء هاد وتطور حالك لحتى تكون انت من صناع القرار في المستقبل، انت من قادة المستقبل، وهو واشرف شيء ممكن يعمله. في احلى من الانسان يكون في مجتمعه من صناع المستقبل، من قادة المستقبل، يبني جيل جديد افضل لاولاده، لاولاد اولاده، لعائلته، لقبيلته، لابناء وطنه، للانسانية كلها. هذه يعني احلى شيء بالدنيا، اسمى شرف انه واحد عنده اياه، هو يخدم شعبه ويخدم اهل بلده ويخدم عائلته. فبالخلاصه اعتقد انه نحن تحدينا في عمان وفي كل العالم لحتى نبقى ونستمر وننمو، to survive and grow right في القرن 21، مثل ما هلا بلش هي مبين واضح قدامنا. اول 20 سنه يعني ما في شيء بالدنيا ما صار، خاصة هالسنة هذه لحالها، هالسنة أتقرن كامل ما شاء الله من المصائب اللي جابتها، رايت؟ أولوياتنا أنه نصنع قادة، أولوياتنا أنه نربي قادة جدد اللي عندهم التزام، عندهم كفاءة، عندهم عقلية في تفكير استراتيجي ومرونة وكل اللي حكينا فيه، لحتى نكون على قد المسؤولية ونبدع، لأنه الأعين علينا. فأنتم في موقع أساسي لحتى تخدموا الناس بأفضل طريقة ممكنة، والناس تدعيكم بالخير، وشغلكم أصلاً واضح لحتى أنتم تتعلموا منهم وتساعدوهم، وأنتم تكونوا الصف الثاني اللي إن شاء الله حيسلم البلد بعدين، ويتعاون مع بعض لحتى يقود هالشعب هذا إلى أعلى درجات الرقي. أشكركم على طولت عليكم شوي، أشكركم يا سادة، وإذا حدا عنده أي سؤال كمان أنا مستعد. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة، تفضل أخي. أيوة يا أستاذ، تسمعني؟ إيه هلا أحسن. يا أهلا بك، في البداية شكرك على العرض الطيب، يعني وضحت لنا بعض النقاط وبعض الجابس يمكن نحن يعني نستأجلها كما في هذا السكن. فالسؤال إنه كيف فينا نحن نطور العلاقة بين القطاعين، هيك سؤالك؟ شوف، انا برايي انه الفرق بين القطاعين مع الوقت حيروح شوي شوي، طبعا راح يضلوا دائما في حكومه وفي قطاع خاص، بس راح يروح الفرق مع الوقت، لانه بين يعني هلا بموضوع كوفيد بين قديش نحن يعني لازم يشتغلوا مع بعض. يعني ولا ممكن كان القطاع العام نحن ينجح، يعني مصيبه هذه كوفيد نحن ولا كان ممكن نتغلب عليها لو مش القطاع الخاص. القطاع الخاص هو اللي عم ينقذنا هلا، القطاع الخاص كمان يمكن كان ما قدر يتحمل او قدر ينقذنا بهالطريقه هذه، من خلال الادويه، من خلال المستشفيات، ومن خلال الاطباء بكل المستشفيات خاصه الخاصه منهم، صح؟ لو ما كمان الحكومه دعمت بالفلوس ودعمت بالامكانيات. فموضوع التعاون بالقطاع الخاص والقطاع العام هذا ما في مهرب منه، يعني هذا كله مع الوقت كله شوي 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 حيصير. لاعطيك مثل اكثر، بعطيك مثل شوي يعني ما له خاصه بعمان، بس حتفهم علي نحن وين رايحين. بدي اياك بس تشوف هلا بامريكا مين صار رئيس الجمهوريه بامريكا، مش هلا، مش هذا اللي جاي. ترامب من وين اجى؟ ترامب قطاع خاص، صح ولا لا؟ ف
فاللي عم يحصل يعني كل هالسياسيين، طبعا نحن ما عم نحكي سياسة، نحن عم نحكي عالم قيادي. بأمريكا كل السياسيين، الطبقة السياسية التقليدية في أمريكا من 4 سنين كانت على جنب، وإجا مين استلم؟ استلم دونالد ترامب اللي هو ما عنده أي خبرة بالمجال الحكومي نهائيا، إجا إنسان من القطاع الخاص قعد في القطاع العام واستلم وصار يدير الدولة بذهنية القطاع الخاص من ناحية الافيشنسي والكفاءة والقدرة والتغلب على البيروقراطية وحل كتير من، طبعا ما عم نحكي سياسي ولا تقييم سياسي يعني، بس حل كتير من المشاكل اللي البيروقراطية ما عم تقدر تحلها. فهذا دليل شو؟ دليل شو هذا؟ حتى بفرنسا كمان مثلا ماكرون هونيك جاي من وين؟ كان عنده خلفية بالقطاع المصرفي. فاللي بدي اقوله انه هل التباين بالقطاع العام والقطاع الخاص عم يروح مع الوقت وراح يروح اكثر واكثر، والدوله حتستمر حتستفيد اكثر واكثر، عم تتعلم تستفيد اكثر من مقومات القطاع الخاص، والقطاع الخاص حيشوف اكثر واكثر انه كيف القطاع العام عم يبني قادات جديده، حيبني خاصه من هلا المستقبل قيادات بمستوى ارفع بكثير، خود ساوث كوريا، خود سنغافور، رايت، خود كل هالبلدان المتطوره اللي نحن رايحين بهالاتجاه، وحيبلش ياخذ ناس منها. فانا برايي حنوصل لمرحله في قطاع يعني نطاق الانترسكشن يعني التقاطع بين القطاعين حيكبر يكبر يكبر الى حد كتير كتير كبير، والدول حتصير بتعطي مهمات اكثر، حكومه يعني الحكومات حتعطي مهمات اكثر تسلمها اكثر بالخصخصه وما الى ذلك للقطاع الخاص. من منطلق قيادي يا شباب، من منطلق القيادي، إذا عم نحكي نحن علم قيادي، مقومات العلم القيادي بالقطاعين هن ذاتهم بشكل عام، لأنه شو هو القيادة؟ القيادة هو كيف أنت تجيش المجموعات لتحقيق هدف سامي. It's about mobilizing people to fulfill an honorable, a good purpose. Mobilization هو الأساس، التجيش، ما بعرف إذا في كلمة تانية بالعربي لهالموضوع. كيف انت تجيش الطاقات هذه الموجودة اللي عندك بطريقة ذكية، البشر والإمكانات التانية لحتى تحقق الهدف. فعلى هالمستوى، على المستوى القيادي كله مثل بعضه، لأنه الوحدة شو هي؟ اليونت، الوحدة بالقطاع العام هو الإنسان، والوحدة بالقطاع الخاص هو الإنسان، إن كان هناك موظف هون موظف، وإن كان هناك هو المشترك يعني الكاستمر الكلاينت الزبون أو العميل، وإن كان هون هو المواطن. فبالنتيجة نحن عم نحكي على مواطنين، وأنا برأيي إذا نحن تجاوزنا مفهوم القطاع الخاص وتجاوزنا مفهوم القطاع العام وارتقينا بهالنظرة هذه إلى نظرة أسمى اللي هي نحن نقود بشر، نقود بشر بشكل أنه نجيشهم ونحركهم لتحقيق أهداف أسمى، إن كان على صعيد البزنس الأعمال أو إن كان على صعيد القطاع العام، أعتقد بنحل الكثير من المشاكل. فركز على الإنسان، إن كان هناك كزبون أو عميل أو هون كمواطن، وركز على المهارات القيادية وطور نفسك، بالنتيجة بتنجح. لو وين ما حطوك بتنجح، لو حطوك بالقطاع العام حتنجح، ولا حطوك بالقطاع الخاص حتنجح، لأنه مثل ما قلت لك it's all about people, it's about them, it's about الناس. فانت عارف كيف اعرف كيف تدير الناس تجاه هدف سامي ورؤيه واضحه واستراتيجيه ذكيه، خلص بغض النظر شو ما كان القطاع ان شاء الله حتنجح. بس كلامك صح، وانا اؤيد كلامك انه في التحام اكثر بالقطاعين، ولازم نتعلم نحن نشتغل مع بعض. واللي حصل هالسنه واللي حيحصل السنه الجاي هو يعني افضل دليل على هالشيء. شكرا على سؤالك. Thank you for listening to the Michael Kouly podcast. Please visit kouliinstitute.com and send us an email. We would love to hear your comments and thoughts on this episode. And remember to follow Michael's continuous learning insights on social media.